ويمكن في امبارح ناس قعدت تغلط وتشتم مروه وتقول طيب احنا هتولنا الفيزا وهتولنا. لا على فكره كل الكلام ده موجود. احنا كمصريين، احنا كمصر والله العظيم احنا مش عايزينكم وما تشرفوناش. هم فاكرين ان انا ومروه او المذيعين او عشان نطلع في التلفزيون قاعدين في برج عاجي، برج عالي، مش حاسين بالناس. والله العظيم مروه عندها مشاكل، انا عندي مشاكل، حاسين بكل اللي انتوا حاسين بيه على فكره، يعني كل اللي انتوا حاسين بيه ده احنا حاسين بيه، لكن ما بنخونش بعض. اكيد في مش هنقول ان ما فيش سلبيات في البلد، اكيد في سلبيات، لكن ما نركزش على السلبيات، نبين الايجابيات زي ما الناس كلها بتعمل، يعني زي ما الناس كلها بتعمل. الواحد زي ما بنقول كده ايه، لما بيبقى عنده مشكله في بيته بيعمل ايه؟ هل بنقعد نفضح بعض ونقول ده انا عندي وعندي؟ بنداري وبنحاول نشوف لها كمان على حلول يعني. بالظبط. انا امبارح يمكن لما كنت بوجه رساله للشمتين فجاه لقيت انه كل السوشيال ميديا في طبعا اللي كان مأيدني جدا، وكنت بقول لهم خدوا شنطتكم وامشوا، لان كل الناس قالت لك هي دي مصر اللي انتوا فرحانين بيها، وهي دي مصر اللي انتوا قاعدين فيها، وما هي مصر دي انتوا منتظرين منها ايه؟ وكله كان بيهاجم مصر للطيران. تمام، انت رأيك يحترم لنفسك وبنفسك، لان انت ما بتعبرش غير عن نفسك، انت ما بتعبرش عن باقي المصريين. تمام، فلقيت فجأة انه الناس بتقولك انت مالك، انت مصر دي مش بتاعتك، انت مش مأجرة لنا مصر. طب يا سيدي، هو انت دخلت ليه في جملة مفيدة الا لو انت الكلام جه على الجرح، الا لو انت من الشماتين؟ اذا لو انت مش من الشماتين الكلام ما كانش هيضايقك خالص، انما طالما انت حد بتشمت في مصر، طالما انت حد بتقول احنا مش هنتعامل مع مصر للطيران، رغم ان انا النهارده اهو بقول مصر للطيران ملاش اي علاقه بالموضوع، اي شركه طيران في العالم كان ممكن تتعرض لهذا الموضوع، فده الموضوع ده ملوش اي علاقه. ففكره ان انتوا تشمتوا تهاجموا تعملوا ده ولا بيفرق يعني باي حال من الاحوال، الا ان انتوا بتكشفوا نفسكوا لنفسكوا. انا بالنسبه لي بقول مش هقول لكم بقول رايي، لان انا برفض جدا ان الاعلامي يطلع يقول رايه الشخصي، الا لو كنت يعني بتكلم معاكم في بعض الحاجات اللي ممكن تكون في شريحه كبيره من الشعب المصري مشتركه معايا فيها وبسمعها بالفعل من الناس، فانا بنقلها لكم، لان انا دوري هنا ان انا انقل صوت الناس. ولكن فكره ان انت تتخيل ان انا بهاجمك لمجرد ان انت مصري فانا بهاجمك، لا. لو انت مصري بتحب بلدك، محافظ عليها، بتدافع عنها، على الاقل يا سيدي ما بتشمتش فيها، يبقى الكلام مش ليك، الكلام ليك. يبقى شوف نفسك بقى انت ايه اللي ضايقك، وربنا معاك وربنا يوفقك. وبرده باكد عليك تاني، يا ريت تاخد شنطتك بسرعه وتجري بقى عشان احنا مش مستحملين. بالظبط.